تم بناء كنيسة القديس يوحنا المعمدان، وستقرع أجراسها الآن. وها هو دير القديس يوحنا المعمدان يلوح في الأفق القريب ليعيد الحياة الرهبانية مجددا، لينشر عبق الحياة الروحية في هذه البرية، ليحيلها واحة خضراء بجهود وعرق نساكها. فإننا نرفع الشكر لمقام صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه وأيد ملكه، ولصاحبة السمو الملكية الأميرة منى الحسين المعظمة التي شملت برعايتها السامية هذا الحق، ممثلة بمجهودها معالي وزير السياحة والأثار الأكرم. كما والشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد المعظم رئيس هيئة البناء موقع المقدس، ولكل العاملين في الموقع وعلى رأسهم عطوفة مدير الموقع المهندس ضياء المدني الذي يبذل جهدا كبيرا في رعايته وإدارته للموقع ولكل العاملين معه. والشكر أيضا للسيدة أنا بناكي والبرلمان اليوناني الذين قاموا بالتبرع بميناء جرسية، الذين بفضل محبتهم الكبيرة للعطاء وللكنيسة أهلهم رب الإله لتقديم هذا العمل الذي سيطرب أذاننا وينعش قلوبنا ونفوسنا بصوت ينادي في البرية للتوبة ومغفرة الخطايا. وهنا لا أنسى سعادة سفير دولة اليونان السيد تريفون الذي بذل قصارى جهده وما زال يبذل بالمساعدة الأوكرانية في كافة المجالات. الشكر لكل الحاضرين وكل الذين شاركوا في هذا الحفل، ولكل أبناء الشبيبة والمرتلين والكهنة المشاركين في هذه الخدمة المقدسة، ليمنحهم الرب الإله بركة الأردن ولموسيقى القوات المسلحة. وأتقدم الشكر أيضا لكل الذين ساهموا بوقتهم أو جهدهم أو أموالهم من أجل نهضة كنيستنا الأرثوذكسية في هذا المكان وفي كل مكان في بلدنا الحبيب. أعتذر إن سهرت عن ذكر أحد، فكلكم أحبائي وأدعيتي وصلواتي من أجلكم على الدوام بالبركة والنعمة الإلهية. أمين. أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم، المسيح قد لبستم. هللويا. الداعي لكم بالخير والمحبة المتروبوليت بنيدكتوس، متروبوليت فيلادلفيا وسائر الأردن. هذا تاريخي، هذا ما بعد كله في تاريخي. هاي اللحظة هلا هي لحظة تاريخية. بعد 1500 سنة من غياب الحياة الرهبانية والنسكية في هذا المكان المقدس، لأول مرة اليوم رح نسمع هلا أشراس الكنيسة بترجع تدوق بعد 1500 سنة حتى ترجعنا كلنا كمان مرة.
افتح شوي منهم، افتح شوي منهم. والجهة الثانية مرؤوف. مع الوزير بيجي غبطة البطرق من الشقة الثانية 18 شهر دائما دائما كل سنة بيجوا هون. كان كمان في عندنا أعداد كثيرة. مين نزل هون؟ أنا مش عارف مين نزل هون. نعم. وين الميكروفون؟ أبو تيكسون؟ لذلك يا رب في نار أردن ظهرت السجدة للتالوت لأن سلطان أكتب تقدم لك بالشهادة مسميا إياك نال محبوبة
العالم أيها المسيح حل إلى ارحمنا يا الله بحسب عظيم رحمتك نطلب إليك فاستجب وارحم. كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون. وأيضا نطلب من أجل المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. Μισάει πέρ του πατρός και πατριάρχου ημών Θεοφύλου και Μητροπολίτου ημών Βενεδικτού. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Αιδά να το μεγιστιχά والعافية والخلاص والافتقاد والتوفيق والنجاح لعبيد الله جميع المسيحيين الحسن العباد الأرثوذكسيين مع زوار هذا الموقع المقدس ومن أجل صحتهم وسلامتهم وغفران خطاياهم. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. وايضا نطلب من اجل الصحه والتأييد والرفعه لصاحب الجلاله مليكنا عبد الله الثاني بن الحسين وحكومته الرشيده وقواته امنه المخلصه وجميع الذين يعملون ويشرفون على هذا الموقع. Εδεόμεθα υπερελαίου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω, διαφυλάξεω και αφέσεω των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, προσκυνητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ανακαινιστών του πανιέρου ναού τη Αναστάσεω και τη Αγία του Αγίου προσκυνήματο τούτου. Και πάντων των παραβρισκομένων μετά των οικείων αυτών, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως.